للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا السيد أشرف عبد الفتاح علي، والد ملازم أول شهيد محمد أشرف عبد الفتاح علي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بكم. يعني عادة في البداية بنقول البقاء لله، ولكن عندما نتحدث عن الشهداء نقول من جانب آخر تحية يعني إجلال وتقدير واعتزاز لكل شهيد ذهب فداء لهذا الوطن، لأنه الشهداء عادة ما يتركوا بصمة تظل باقية طول العمر وهي بصمة شهيد. سيد أشرف، احكي لنا عن كواليس اليوم تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. الحمد لله رب العالمين، وزي ما سيادتك قلت كده هو تكريم مش لابني بس، وتكريم للشهداء في الفترة الأخيرة. انت شفت الأم المثالية في فقرة كانت من حرب 73، مصر هي مصر، وياريت انت حضرتك قلت الكلمة اللي قالها مكتوبة، الكلمة اللي قالها في الأول عشان الفيلم البسيط بتاع الشهيد خالد والحكاية من وراء كل بيت، حكايات طبعاً للجيل الجديد يعرف يعني ايه مصر، ويعرف يعني ايه عقيدة، ويعرف يعني ايه انتماء وبلدنا. كلمة بسيطة الرئيس قالها، وكان مش عايز اقول حضرتك كان بيبكي وهو بيقولها، بس هو ده اللي حس بيه. صحيح، ما قالش المكتوب، هو قال اللي شعر بيه واللي بنشعر بيه كلنا طبعا. وزي ما قال الشيخ، وقال فضيلة القسيس، وزي ما قال الكاتب، وزي ما قال الناس اللي طلعوا كلهم على المسرح، عقيدتنا ومبادئنا وارضنا دي هي اهم حاجه. هو كرم 6 7، لكن احنا شهداء من قديم الازل، وربنا يرحمهم ويعز مصر. احنا صحيح، في الاخر احنا عاوزين نعز مصر ونقول للجيل الجديد بلدكم. يعني يمكن كما تفضلت سيد أشرف، يعني الحقيقة أن الشهداء الذين يذهبون فداء لهذا الوطن يظلوا في قلوب كل المصريين، وذكرهم دائما ما هي باقية سواء الآن أو حتى مستقبلا. الدولة المصرية الحقيقة فعلت الكثير والكثير من أجل أسر الشهداء، ليس فقط مجرد تكريمات ولكن أيضا بتنفيذ على أرض الواقع. يا فندم، يعني كونك أب لأحد هؤلاء الشهداء، كيف ترى ما تقوم به الدولة في هذا السياق سيد أشرف؟ أنا قبل ما أكون أب أحد الشهداء أنا كنت عقيد في القوات المسلحة، وعارف يعني إيه بلد طبعا ما تنساش حد من ولادها. والرئيس قالها، لو دخلنا فيلم البسيط حكاية وراء كل بيت، في حكايات صحيح، لكن بلدنا حاول إيه، ما مش كانت بتقدم لهم حاجة، لا مهما اللي بتعمله في البلد طبعا. احساسي انا بقى كأب النهارده وهم بيكرموني، وامبارح ولا من قيمه سنه ولا من قيمه 6 اشهر ولا كتبته لحد النهارده، ولا زمايله، ولا العساكر اللي معاه. صحيح، ولا مش اشرف بس او محمد اشرف الله يرحمه، يرحم الشهداء كلهم. الأسرة المصرية هي الأسرة المصرية. صحيح، في الجيش ولا عادتنا وتقاليدنا بنحب بعض ونقف مع بعض. وده من شعورنا، شعور عالي قوي 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 قوي. ألاقي واحد عاوز يبوس راسي بيقول له أنت أبو شهيد، ومع إن يعني ابني الله يرحمه وكل الشهداء كان بيقول يا ريت أنول الشهادة. وأنت شفت النقيب النهارده ده فقد جسمه، جزء من جسمه. صحيح، بيقول للرئيس انا موجود وانا عايش، واسرارنا وعزيمتنا انا عم اكمل. لو انا اتوفيت هيطلع 20,000 واحد زيي، وهيطلع ملايين زيي. نعم، شبابنا يعرفوا يعني ايه بلدهم، ويعرفوا يعني ايه تضحيه، ومش دي مش تضحيه، ده واجب علينا وده اللي تعودنا عليه يا فندم. طبعا انا بشكرك وبشكر الحقيقه الكلام يعني اللي حضرتك تفضلت فيه في هذه المداخله السيد اشرف عبد الفتاح علي، والد ملازم اول شهيد محمد اشرف عبد الفتاح علي. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.